وقت ممارسه الرياضه كل السيدات بتبقى حابه ان يبقى وشها يعني شكله حلو ويبقى فيه نضاره، لكن في نفس الوقت بيبقى صعب ان انت تبقي رايحه حاطه ميك اب وانت بتلعبي رياضه، لان طبعا الواحد بيعرق وهو بيلعب رياضه، فالموضوع بيبقى شويه صعب. فازاي نقدر ان احنا بقى يعني نعمل المعادله دي؟ طبعا هو في ناس بتحب تمارس الرياضه الصبح وناس بتحب تمارس الرياضه بعد الشغل، بما ان كل الستات دلوقتي بتشتغل بالظبط. فبالنسبه للصبح احنا ممكن نكتفي جدا بكريم النهار وممكن نحط بلاشر خفيف قوي لو الناس اللي هي متعوده قوي ان هم يحطوا ميك اب، بس طبعا عشان العرق والرياضه والاكل تبقى اكتف قوي، فبلاش ان احنا نحط فول ميك اب فاونديشن عشان ما نعرقش ونبهدل بشرتنا. فاحنا بنكتفي بس بكريم النهار، ممكن نحط كريم للعين خفيف قوي برده، بلاشر، ماسكارا خفيفه جدا، ممكن نحط فيه حاجات بتبقى للشفايف عشان الشمس برده لو احنا نازلين الصبح بنحطها كده، بس عشان نحافظ على بشرتنا على قد ما نقدر. بلس ان احنا طبعا ميه كتير جدا جدا جدا، لان ده طبعا بيساعدنا على الميه هي رقم واحد. عايزه تخسي، عايزه بشرتك تبقى حلوه، طبعا الميه نمبر 1. اول حاجه الميه، لازم نشرب ميه كتير جدا جدا جدا، ونفطر طبعا كويس قوي وناكل كويس قوي، عشان كل ده في الاخر بيساعد ان احنا بشرتنا يبقى شكلها احسن ونضره اكتر اوكي. يعني خلينا نقول ان اول حاجه لازم نعملها هو كريم النهار، ده حاجه اساسيه. كريم النهار ده لازم، وطبعا طبعا بيبقى فيه عامل حمايه للشمس، ده طبيعي جدا عشان نحافظ على بشرتنا، علشان بس ما يبقاش فيها اي تجاعيد بعد كده وتبقى تتضرر. يعني كريم النهار ده حاجه مهمه جدا، سواء تعرضتي للشمس او حتى انتي هو كريم النهار مش في الشمس المباشره، ولكن لازم الكريم النهار حتى ده. طبعا بما ان دلوقتي في مناسبات كتير قوي تبقى الصبح، يعني في ناس كتير قوي بتحضر مناسبات الصبح الساعه 2 والساعه 3، فطبيعي ان هم لازم يحطوا فول ميك اب، فاحنا لازم نحط كريم النهار. لازم ما نخليش بشرتنا منها للميك اب على طول، يعني ما ينفعش احط كريم اساس من غير كريم نهار، ما ينفعش احط كونسيلر من غير كريم للعين. اللي بيعمل ايه في ما ينفعش بشرتي على طول احط عليه حاجه كيميكال كده على طول تقيله على بشرتي، يعني ما ينفعش احط فاونديشن على طول على البشره. يعني طبيعي ان انت تحطي فاصل جعيد، هل بتعمل مع الوقت، مع الوقت بتهلك البشره جدا جدا جدا. لازم احط عازل، يعني لازم احط عازل. لما بتحطي حتى مانيكير لون تقيل شويه على الايدي، بتحطي ترانسبيرنت اللي هو شفاف، عشان لما تيجي تشيليه بقى اسهل ما يقعد يعلم على بشرتك قوي، بيسيب لون فعلا، بيسيب لون وبيسيب علامه. فانت لو حطيتي فاونديشن، حطيتي كونسيلر، انت كده بتهلكي بشرتك قوي. انت محتاجه تحطي كريم نهار، محتاجه تحطي كريم للعين، العين بالذات عشان المنطقه بتبقى يعني سنسيتيف قوي، فلو حطيتي عليها كونسيلر على طول كل يوم كل يوم، لان احنا طبعا عندنا ناس كتير قوي بتعاني من موضوع الهالات السوداء، فكل يوم كل يوم كونسيلر كونسيلر من غير حاجه تحميكي ما بينك وما بين الكونسيلر ده، بشره هيبقى فيها تجاعيد في وقت صغير جدا. يعني مع الوقت هتلاقي ابتدى تحت العين يبقى فيه تجاعيد كتير قوي، هتعمل هالات سوداء اكتر من الطبيعي. فانت كده احنا ممكن نعالج وفي نفس الوقت نحط حاجه تجميليه، يعني ممكن نحط كريم معالج ونحط كونسيلر على اساس ان احنا بنعالج الهالات السوداء، وفي نفس الوقت احنا برضو بنخلي شكلنا حلو واحنا نازلين. طيب يعني معنى كده ان احنا وقت الرياضه اهم حاجه نحط الكريم بتاع النهار، كريم النهار، كريم للعين، ونحط برضو كونسيلر تحت العين، ده ممكن برضو وقت ممكن نحط الرياضة. حاجه لايت، او في كونسيلر معينه بتبقى لايت قوي جدا جدا، بس هي بتداري الهالات بيبقى شكلها ظريف، بتبقى خفيفه قوي. طيب على العين، خلينا بصي عشان يبقى الموضوع عملي، يعني خلينا انت جايبه حاجات كتيره قوي هنا وهتحطيها الاميره، بس احنا مثلا انت اتكلمتي عن الكريم، الكريم، ايه الكريم اللي هنحطه المفروض تحت العين او الكريم النهار اللي المفروض هو نستعمل. احنا بنبدا اول حاجه يعني اول حاجه خالص طبعا في بيبقى فيه غسول لكل نوع بشره. البشره الدهنيه بيبقى ليها غسول خاص بيها، والجافه والمركبه كل حاجه بيبقى ليها الحاجه الخاصه بيها، عشان طبعا نحافظ على بشرتنا اكتر. أوكي. لان زي ما قلت لك كله بينزل شغل الصبح، كله بينزل مشاوير، فمحتاجين ان احنا نحافظ على بشرتنا قوي فتره النهار. فاحنا بعد ما بنغسل هقول لك ده تونر أوكي. للبشره. بعد حتى انت بعد ما غسلتي وشك، بعد ما اغسل وشي لو ما فيش تونر ميه الورد هايله جدا جدا للبشره، حاجه فظيعه سحريه برده. فاحنا اول حاجه بعد ما بنغسل وشنا بنبتدي ندعك وشنا كله كده بالتونر. ده بيساعد البشره انها تتنفس قوي قبل اي حاجه خالص. اللي هنشوفه النهارده معاكي بينفع كل انواع البشره؟ يعني في ناس ساعات عندها تي زون بتبقى شويه. هو التونر بيبقى لكل انواع البشره، زي ما بنتكلم عن الميك اب هنشوفه النهارده، هل في انواع معينه؟ هو انا يعني هبتدي اوضح اكتر. الكريم النهار بيبقى فيه برده لكل نوع البشره، البشره الدهنيه ليها كريم خاص بيها، والمختلطه والجافه. أوكي. البشره الجافه طبعا محتاجه تشرب ميه كتير جدا، محتاجه اكتر بشره صعبه جدا هي البشره الجافه. والدهنيه برده عشان الحبوب. بنحط كريم قبل الميك اب وقبل اي حاجه، ده اللي هو الديلي، يعني الحاجه الديلي اللي المفروض بنعملها.
وطبعا انا ما اتكلمتش على كريم الليل. كريم الليل ده اهم جدا من كريم النهار. يعني كريم الليل دي من سن كام سنه؟ يعني هل فعلا واحد صغير قوي يبتدي الموضوع ده ولا في سن كبير شويه؟ ممكن يعني ممكن من سن 20، يعني ممكن نبتدي من سن لان يعني صغير بس عشان البشره. يعني احنا بشرتنا اصلا عشان الاكل، وناس مش بتهتم قوي بالفيتامين وبناكل جانك فود كتير، فمش بنبقى مهتمين قوي باكلنا بالزبط. فاحنا محتاجين نهتم ببشرتنا عشان حاجه تعوض حاجه شويه. طبعا الاكل وفيتامين سي دي اكتر حاجه بيظبط كل حاجه في البشره. بنبتدي نوزع الكريم. هي الناس اللي مش مهتمه ببشرتها يا ريت يعني يحاولوا ايه، يعني السلطه دي اهم حاجه طبعا. يعني الواحد ياخد خيارات كده وهو نازل حتى طبعا، يعني والفاكهه وانت نازله في العربيه كده وانت رايحه اي مشوار. كيوي فظيع، كيوي حلو جدا. الحاجات دي حلوه في حياتنا. بالظبط كده، بتاثر حتى على صحتنا بشكل حلو وعلى وشنا. انت كده خلاص حطيتي الكريم؟ كده انا حطيت الكريم. زي ما قلت لك في كونسيلرز بتبقى خفيفه جدا على البشره. بنوزعها كده، نحط كده بايدينا بالراحه خالص. اهم حاجه كمان عايزه اقولها، الانواع. يعني لازم الى حد ما نختار النوع يبقى مناسب شويه، ما نروحش نجيب حاجه رخيصه جدا تبوظ لنا بشرتنا بعد كده، خاصه الحاجات اللي انا بستخدمها كل يوم. يعني انا كل يوم ما ينفعش اجيب اي حاجه ممكن تبقى شكلها حلو في الوقت مع الوقت بس مع الوقت هتبوظ لي بوشي جدا. طبعا طبعا، يعني الغالي ثمنه فيه. بالظبط. ببتدي انا اوزع الكونسيلر زي ما انت شايفه في اتجاه واحد. أوكي. مش بعمل كده 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 لان ده بيساعد على وجود تجاعيد اكتر. اوكي، واخترتي بقى اللون الدرجه هقول في ناس كتير قوي بيبقى عندهم هالات سودا كتير فبيجيبوا افتح درجه بيبقى ازرق غلط جدا. هو ده غلط جدا. احنا المفروض ان احنا بنحط درجه غامقه مش فاتحه. يعني المفروض ان احنا بنحط درجه غامقه للهالات السودا الكتيره. أوكي. بنحط لها احنا برضو عايزين نبين اكتر. بصي يعني انت بتحطي ازاي الكونسيلر؟ يعني كده بفرده كده باتجاه واحد زي ما انت قلت لك. هنحط حاجه لايت قوي تنفع الصبح. معلش زي ما قلت لي تاني عشان كانوا بيكلموني في الاير بيس، بتقولي ان احنا هنختار الدرجه بتبقى افتح درجتين ولا كام درجه؟ درجه ايه؟ لا الهالات السوداء. يعني هي اميره ما شاء الله ما عندهاش هالات سوداء كتيره، فاحنا حطينا درجه فاتحه تلاقي لون بشرتها. أوكي. هي بشرتها فاتحه فاحنا حطينا درجه فاتحه ان اميره ما عندهاش هالات سوداء فيبان ان هي مش حاطه كونسيلر خالص. لكن بالنسبه مثلا لو حد عنده هالات سوداء كتير قوي ده بيحط درجه غامقه، الدرجه اللي هي لون الطحيني شويه. اوكي، وطبعا في درجات متفاوته عشان لما ما تبانش ان هنا ابيض قوي. أوكي. يعني ما تبانش ان ابيض قوي. في حاجة بنحطها على الشفايف الصبح عشان الشمس. ايه ده؟ مش روج؟ لا حاجة ده هو بيبان في الكاكاو. ولا زبدة كاكاو. هو حاجة زي بلسم للشفايف. دي حاجة أنا بحطها بتساعد على إن ما تعملش طبقة على الشفايف وتخليها لونها دارك كده شوية. اوكي، بيخلي عازل وبتفضل معايا لأطول وقت. زي ما قلت لك طبعا أهم حاجة الماتيريال، إن احنا نختار حاجات كويسة بتثبت معانا. طبعا على فكره في حاجات انواع كمان بتحط فوق الروج او تحت قبل الروج. يعني انا دايما بحب احط حاجه قبل الروج برده، ما بحبش برده اي حاجه زي ما قلت لك ما بحبش احطها على طول دايركت على البشره. بحاول ان انا احافظ على البشره في نفس الوقت نحط ميك اب كمان. يعني انا سمعت معلومه ما اعرفش صح ولا لا، يعني بيقول لك ان الروج لما يعني المكونات واساسا لو عرفناها مش هنحطه خالص. يعني ما انت بالظبط، ما انت زي ما بقول لك انت تحطي دايما فاصل، يعني حاجه عازل كده ما بينك وما بين الباك. كده حطينا الكريم، احنا حطينا كده كريم نهار، حطينا كونسيلر، البشره ابتدت تنور. يعني من الكريم نفسه بتحسي ان البشره ابتدت تنور. مش محتاجه انك تحطي حاجات كتير. بحط بلاشر خفيف قوي. طبعا برضو الوان البلاشر بتبقى حسب لون البشره. يعني الناس السمر شويه الروزات بتبقى حلوه عليها قوي. الروز بينورهم. الناس اللي هما بيبقوا بيض شويه زي اميره برضو الروزات بس بحط درجه فاتحه مع درجه غامقه شويه. والناس الغامقه شويه اعتقد بتبقى لون البيتش هو احسن لهم اعتقد. الغامقه البيتش برضو معاه درجه روز. عشان هو الروز اصلا طالع موضه يعني قوي. يعني لو قلنا البيتش يعني على لون الخوخي شويه. بالظبط. واهم حاجه اعتقد برضو يا مي ان الواحد لازم يبان ناتورال كده او طبيعي وهو بيلعب الرياضه، يعني ما يبقاش رايح فول ميك اب. بالظبط، يبقى شكله يعني احنا بنحط حاجات بسيطه قوي بس بشكلها بتدي ينور، يعني شكلها بتدي ينور معايا شويه. بس لو في بقى حد حابب يحط كحل ممكن نحط كحل. اوكي، بس ده مش ده لونه ايه؟ اخضر؟ ده لونه اخضر.
ليه اخترتي الاخضر؟ هو بيبقى حلو قوي فتره النهار، بيبقى منور العين شويه يعني، مش بيبقى اوفر قوي. وبعدين انا زي ما قلت لك هو لون بشرتها مساعدني ان انا احط اللون ده، لكن في درجات طبعا ثانيه اوكي. بس انت يعني برضو خليني اتكلم في نقطه الرياضه، يعني انت بتحط لها قلم مش بيسيح بقى مع احنا بنحط لاين خفيف قوي. هو انا بتكلم يعني عموما على الناس اللي بتحب تحط ميك اب قوي، متعودين يحطوا فول ميك اب ونازله الصبح، فما ينفعش انك تحطي ميك اب اوفر، ما ينفعش تحطي فاونديشن، ما ينفعش تحطي كونسيلر تقيل، بلاشر تقيل، في نفس الوقت هي حابه انها تحط ميك اب، فاحنا بنحط ميك اب خفيف قوي يبان هي وشها منور يعني. هي ما حطتش فاونديشن، حطت كريم يحمي بشرتها، حطينا على الشفايف حاجه تخلي البشره برده من الشمس. البلاشر ما فيهوش اي مشكله خالص، الكحل مش باين يعني، هو بيبقى لاين كده خفيف قوي بيديها شكل كده سامبل جدا يعني. بس